عبد الله حمدان امام المرمى حطها جول جول. معاك يا الاخضر، معاك يا الاخضر، معاك يا الاخضر. هدف اول، هدف اول لمنتخبنا. سفيرة بالهجوم الهجوم وكره خطيره، جول جول ثاني. المنتخب السعودي يبدا مسلسل الاهداف، زالت كرة خطيرة، محاولة ارسال كرة عرضية، يوقف على كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بالراس، وهدف راسي سليم حلو جميل لصالح المنتخب السعودي عن طريق عبد الله الحمدان اللي يضيف الهدف بشكل سليم. امل شقيطة يحاول بعرضية وخطيرة والحمدان، والهدف الخامس، الهدف الخامس للحمدان الذي يسجل هاتريك في هذه المباراة. هاتريك الوفد البحريني على رئيس الاتحاد الدولي كرة لبحرين. من الفكرة، من الأساس السعودي قاعد يأخذ ثقة في نفسه في هذه المباراة، وقاعد يلعب ويتقدم، والهدف الأول السعودي. 1-0 للفريق الأخضر. قلت لك ما قلت، تكلمت ما يتقدم للأخضر. عبد الله الحمدان يضع الكرة في الشباك وفي المرمى ليتقدم الآن الأخضر السعودي بالفرق. سعودية خطيرة للتعادل، التعادل، هذا جول جول جول. عدى، هو عدى، لعب الحمدان، 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 يا لعيب يا لعيب يا عبد الله يا حمدان. المستقبل الواعد، المستقبل الواعد، والشباب سيبا جونيور وصل، سيبا وصل، سيبا عداها للحمدان، عبد الله، عبد الله، عبد الله الحمدان. الثاني للشباب الذي سجل الثاني، الذي يحصل 4-3. الحمدان استلم، الحمدان من اجل التعويض، 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 يا الله. نعم، تناسى اهدار الركلة ليعود ويضرب هذه الضربة، تناسى اهدار الركلة الجزاء ليعود. نواف العابد بكرة امامية، لا يوجد تسلل، الحمدان جول، جول ثاني. البريك والحمدان جول 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 جول، الحمدان جول. محاولة بيتو يتقدم ويبادر والكرة بتوصل من جديد، الحمدان بيحضر. سعيد عبد الحميد الآن، وعرضية منتظرة، عرضية خطيرة، وكرة للحمدان، وهدف ثالث، هدف ثالث للحمدان. أول لمسة، أول لمسة، أول لمسة للحمدان، سجل الهدف الثالث. ثلاثية، ثلاثية. محاولة هلالية عند سعيد عبد الحميد الآن، وعرضية منتظرة، عرضية خطيرة، وكرة للحمدان.